بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، هنا قنوات الكأس الرياضية تأتي هنا في العراق، هنا دهوك كأربيل نينوى، هنا السليمانية كركوك وصلاح الدين، هنا ديالة، هنا الأنبار وبغداد وواسط وبابل، هنا كربلاء والقادسية والنجف، هنا ميسان، هنا ذو الفقار والمثنى، هنا البصرة، هنا أم العراق، هنا عين الدنيا ذات الوشامين، هنا الزهراء فقر العراق الباسم، هنا الفيحاء، هنا قبة العلم، هنا السمرة، هنا أم الشناشيل، هنا النخلة وجذعها وشط العرب يمها، هنا مدينة بدر شاكر السياب الذي قال: يا شط ليتك سامعي أو ليت قلبك لي يميل، يا موج يا ملاح يا بيض الزوارق يا نخيل. نعم مشاهدينا، نعم متابعينا في كل مكان، افتتاح خليجي 25 في العراق تحديدا هنا في البصرة، منذ 43 سنة لم تستضيف العراق كأس الخليج، آخر مرة كانت في عام 1979. ها هنا نعود مرة أخرى، ها هنا نأتي بكل الشوق بكل الحب، نأتي إلى هذا التاريخ، إلى هذا العراق الجميل. نعم نعود لكم مرة أخرى بالقلوب قبل الأرواح، نأتي إلى هذا العراق. صبرت كثير وصبرنا وياكم، نحبكم حيل، إي والله